تعيشون الحياة كآلية حياة السنجاب. كثير منا يعيش على هذه الحياة مثل آلية حياة السنجاب. شلون؟ الطريقة تقول إن السنجاب من أنشط الكائنات اللي الله خلقها، دايماً يتحرك ويطامر ويناقز من مكان لمكان ومن الشارع لشارع بكل جمال وخفة وحيوية، يجمع ثمار البندق ويخزنها، لكن يطوف عليه الوقت وممكن تنتهي دورة حياته وهو ما أكل ثمار البندق اللي هو يجمعها. المغزى إن إحنا أحياناً نكون نشيطين ودؤوبين ونتعب ونشقى ونداوم من الصبح لآخر النهار أو حتى لآخر الليل، وآخر شيء نجمع أمور وما نستفيد منها. ما نبي نعيش الحياة بآلية حياة السنجاب، أني أنا أكون نشيطة وأتعب نفسي وأحرق من كل طاقاتي اللي الله عطاني إياها وأجمع أشياء ما لها قيمة أو ما أستفيد منها. الغرض أني أنا أقتنع باللي عندي، النعم اللي عندي لازم أستفيد منها. أنا ما أبي أحجم سقف لحياتي، ما أبي أحجم سقف لطموحاتي، ولكن أعطي نفسي بقدر ما أنا أقدر. يعني لما أنا قدرتي تفوق هذا المجال ما أوقف لهذا المجال، ولكن أنزل شوية عنه، أني أنا أقدر أدي الوظيفة بأكمل وجه لهذا المكان، ما أتعداها لأن هذا شيء فوق طاقتي. إذن أنا أحجم طاقتي وأوصل لعندها. أحياناً نكون نشيطين ودؤوبين ونتعب ونشقى ونداوم من الصبح لآخر النهار أو حتى لآخر الليل، وآخر شيء نجمع أمور وما نستفيد منها. ما نبي نعيش الحياة بآلية حياة السنجاب، وألتزم بالنعمة اللي عطاني إياها الله وأكتفي فيها، أكتسب هذيك القناعة اللي أنا أحتاجها وما أمشي حياتي كآلية حياة السنجاب. ذكر قوي. كيف أكون أنثى قوية أو ذكر قوي إذا كانت حياتي دؤوبة ونشيطة ومتعبة وأنا ما عندي نتيجة، أخزن وأخش وما أستفيد؟ أحاول أن أنا أغير من هذا الأمر. الشيء اللي عندي أستفيد منه، أطلعه، أنظفه، أبلوره وأوريه حق الناس، وأما بنعمة ربك فحدث. أخذ هذه النعم اللي أنا اكتسبتها بطاقاتي ونشاطي وتعبي وأوريها حق الكل لأني فخورة فيها. ما أقول إن أنا بخشها وبطمع فيها وبخليها أبيب الأكبر. حلو أني أنا أطمح للجميل وحلو أطمح للأعلى، لكن بقدر قدرتي عليه. إذا أنا ما قدرت عليه إذن أتراجع بيني وبين نفسي، أخلي الأنانية على جنب وأخلي الأنا على جنب ثاني، وأعطي نفسي الحق أني أنا أستمتع باللي الله عطاني، أستمتع بالشيء اللي أنا جنيته من تعبي. إذن أنا أكون أنثى قوية أو أكون ذكر قوي بأني أنا أستخدم كل الطاقات اللي أنا بذلتها بشبابي أو على مدار حياتي بالشيء اللي أنا أفرح فيه وأستفيد منه بقناعة وسعادة. كيف أتصرف إذا أنا مشت حياتي كلها مثل حياة السنجاب؟ أجمع، أخزن، أحط بتجوري، أحط بخزنة، أحط بالكبت، وآخر شيء أنا ما أستفيد، سواء كان الشيء مادي أو معنوي، يعني شهادات أو حتى مادة أو هدايا. لما أنا ما أستفيد منها ما القيمة؟ متى بكون سعيدة؟ متى بفرح فيها؟ متى بحس بقيمة التعب اللي أنا سويته؟ المجهود اللي أنا بذلته من حقي أني أنا أستفيد منه بطريقة سليمة وسعيدة. أخذ أشياء جميلة، أجني مال، أجني ثمرات، أجني طاقات، شهادات، لكن ما أستفيد منها، أخشها عندي، أركنها بالكبت، أقفل عليها بالتجوري. طيب وبعدين؟ هل أنا استفدت وتمتعت فيها؟ أبداً لا. هني أنا أحاول أني أنا أتصرف بهذه الطريقة، أعطي نفسي الحق أني أنا أحط ورقة وأكتب أنا لازم أسوي كذي ضد كذي. المعنى يعني أنا أخذ الشيء اللي أنا اقتبسته وكسبته وامتزت فيه ونجحت فيه بمثابرة وتعب ونشاط، أطلع للناس، أحطه في العيان، أحسسهم أن إنجازي هذا ذو قيمة. أنا ما تعبت عليه علشان أخشه،
أنا تعبت عليه عشان أظهره وأفتخر فيه. العين حق، في أحيان الناس تقول أنا أخاف من الحسد وما أبي أوريهم، لأن ما أنا ما أبي أوري الناس إنجازي، إذا أنا ليش سويته وتعبت عليه؟ هذه النقطة المهمة. النقطة المهمة أني أحصن نفسي، أرقي نفسي، والله خير الحافظين، بالإضافة إلى أني أنا أطلع إنجازي عشان أنا أفرح فيه، أقتنع أن هذا الشيء بمجهودي وبتعبي وبنشاطي أنا وصلت له. إذن عرفنا كيف نتصرف، أحاول قدر المستطاع أني أنا أتصرف ضد هذه الأنانية وضد الأنا، واقتنع بما هو عندي وأطلع للعيان وأفرح فيه وأعطي نفسي الحق أني أنا أنجز وأكون فخورة بإنجازاتي وما أخزنها ولا أحطها بالتجوري لأني ما راح أستفيد منها. إذن نتصرف صح ونستفيد منها صح. جرعة أمل، جرعة أمل مطعمة ومخلوطة وعليها قطرتين من القناعة، على قطرتين من أني أنا أعترف بنشاطي وأوري حق الناس. هذه اليوم جرعتنا الجميلة المفعمة بالأمل الكبير والقناعة الأجمل، الركادة بالقناعة، الركادة بحب اللي أنا سويته، اللي أنا أنجزته. هو الموضوع مو أني أنا أتطاول على الناس أو أني أنا أتعالى عليهم أو أطالعهم بفوقية، أبداً. الوضع كله يقول أني أنا أقتنع بجمال اللي أنا سويته وأنا أنجزته، أحس بطعمه، أحس أن في هذيك العذوبة اللي أنا أديتها بكل حب وإخلاص لله سبحانه وتعالى ولذاتي وشخصيتي وبصمتي اللي أنا لازم أخليها في الحياة للأجيال اللي بعدي. جرعة الأمل لازم تكون عدوى مثل ما اتفقنا، أعدي فيها كل اللي حواليني. هذه اليوم جرعتنا الجميلة المفعمة بالأمل الكبير والقناعة الأجمل، الركادة بالقناعة، الركادة بحب اللي أنا سويته، اللي أنا أنجزته. أحقن نفسي، أعدي اللي حواليني بإيجابية وقناعة، وأبتعد كل البعد عن حياة السنجاب.